ليس أمامنا إلا أن نرجو الله الكريم لأن يشمل روحه بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم الأهل والأصدقاء جميل الصبر وجميل السلوان. هو كتاب مؤجل وقد قضاه رب العزة بمشيئته. نتأسف أن ارتباكا حصل في تحديد موعد ومكان الدفن، حيث تضاربت الأخبار حول هذا الموعد وهذا المكان، وذلك ما أثر على الحضور. نحن أمام موقف إنساني محض، أمام مأساة بالضرورة تقتضي التآزر والتراحم والتوادد، تقتضي مواساة الأسرة المكلومة. سأل الله للزوجة وللأخوات وللابن وللبنية الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. آخر مرة كان لقاء مع لقاء مباشر قد يعود إلى شهرين، خاصة أنني لا أتعامل بوسائل اتصال من غير الهاتف، لذلك كان التواصل مؤخرا قليلا جدا. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.